بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع مع مباراه الكره الطايره بين فريقي النادي الاهلي ونادي السجون الكيني في الدور التمهيدي للبطوله الافريقيه للكره الطايره سيدات والمقاومه بصاله الامير عبد الله الفيصل بالنادي الاهلي فرع الجزيره. النادي السجون الكيني على ايدك اليمين بزيه الاخضر، والنادي الاهلي بزيه الازرق على ايدك اليسار. وضربه ساحقه من فريق السجون الكيني، اعداد وضربه ساحقه من تاتانيا بوكان المحترفه من مونتينيجرو بتجيب النقطه الاولى للنادي الاهلي. الاهلي هنقول تشكيل النادي الاهلي على ايدك اليسار، دعاء الغباشي رقم 4، تاتانيا بوكان رقم 3، دعاء محمد رقم 20، وايه خالد رقم 17، وندى وليد رقم 2 ليبرو الفريق، وندى حمدي رقم 5. كده تشكيل النادي الاهلي على ايدك اليمين، ومعاه الجهاز الفني كابتن ابراهيم فخر الدين ويعوانه محمود الوزير. وهنقول لحضراتكم على باقي التشكيل. والنقطه الثانيه للنادي الاهلي ودعاء على الارسال، ارسال من اعلى استقبال رقم 15 اللي هي سولونسيكا اللي هي كابتن الفريق. مره ثانيه النادي الاهلي تتانيا بتضرب وبتجيب الكره قويه، ومحاوله من فريق السجون الكيني. السجون الكيني طبعا نقطه التعادل، السجون الكيني ده الموسم الماضي او السنه الماضيه البطوله الافريقيه اللي كانت في تونس فاز على اخرجه نادي الزمالك من النهائي، والنادي الزمالك يعتبر بطل النسخه الماضيه. السجون الكيني على الارسال، واحد اثنين، واحد السجون اثنين النادي الاهلي رقم 15 تونيكا كابتن الفريق، تلعب ارسال من اعلى، اعداد دعاء، وايه خالد بتضرب ضربه ساحقه بتجيب منها النقطة الثالثة للنادي الأهلي، وينتقل الإرسال إلى النادي الأهلي. 17 على الإرسال، آية خالد. طبعًا آية خالد بتلعب في مركز 3، ضارب من مركز 2، هتلعب آية الإرسال من أعلى مع الوزن، استقبال كده خارج الملعب، والنقطة الرابعة للنادي الأهلي تيجي في لاعبة رقم 4 اللي هي شميتة، وبتبقى خارج الملعب، والنقطة رقم 4 للنادي الأهلي. آية على الإرسال، آية خالد من اللاعبات المتميزات في الإرسال وفي الضرب الساحق وفي الضرب السريع من مركز 2 ومركز 3. استقبال، إعداد رقم 9 ليبرو الفريق ويا مايا، ومرة ثانية بتعدي الكرة ندى حمدي. آدي النادي الأهلي بيحاول دفاع للملعب، ندى حمدي مرة ثانية، دعاء ما يلا يا تاتانيا بتضرب ودفاع عن الملعب. بقول لحضراتكم فرقه السجون الكيني، وفي خطا كده على لاعيبه النادي الاهلي، دعاء محمد لمست الشبكه وهي طالعه حاط الصد هي ومي غزال، والنقطه لنادي السجون الكيني. الارسال مع رقم 14 من السجون الكيني ساندي، 2 السجون الكيني 4 النادي الاهلي. ساندي على الارسال، طبعا النادي الاهلي فاز في المباراه الاولى 3-0 على، هقول لحضراتكم في مجموعته، وهقول لحضراتكم مجموعاته وتشكيله مجموعته. السجون الكيني ونصرية شباب بجاية الجزائري فاز على شباب بجاية الجزائري 3-0، وادي الارسال مع النادي الاهلي. والنقطة الخامسة دعاء محمد معد الفريق رقم 20 على الارسال، هتلعب ارسال من اعلى، دعاء دعاء بتلعب ارسال قوي خارج الملعب يا دعاء، وخارج منطقة المرور أو مجال المرور، بيتشاور مراقب الخط إن كرة خارج الملعب، بتهز العصا أو اللي هي الإشارة اللي بتشاور بيها اللي هي الراية بتاعتها. الإرسال مع السجون الكيني 3-5، رقم 2 على الإرسال كيا، كيا تلعب إرسال من أعلى، استقبال النادي الأهلي، ندى وليد، إعداد دعاء وضربة ساحقة من ندى حمدي وبيجيب النقطة كده، ولكن هو في خطأ في اللعب أو في طريقة الأداء من لاعبات نادي السجون الكيني. 6 الأهلي 3 السجون الكيني، والإرسال مع تاتانيا بوكان. تاتانيا أو زي ما بنحب نقول لها بتقول إن تانيا، استقبال إعداد من السجون الكيني، ضربة ساحقة من رقم 1 باملة وبتجيب منها النقطة رقم 4. 4 السجون الكيني 6 النادي الاهلي، والارسال مع رقم 4 شميتا، هتلعب ارسال من اعلى. هنشوف طبعا هذا الفريق طبعا مستواه كويس جدا وبيلعب كره طايره
متقدمه ومتطوره. وادي ضربه ساحقه من مي غزال. يلا يا مي. دعاء مره ثانيه بتعد هناك لدعاء الغباشي، وبتضرب دعاء الغباشي من مركز اربعه وبتجيب النقطه رقم سبعه. سبعه الاهلي، اربعه للسجون الكيني. والارسال مع مي غزال رقم 14 من النادي الاهلي. ارسال من اعلى، استقبال، اعداد، وضربه ساحقه ومحاوله خارج الملعب. خارج الملعب ونقطه للنادي نادي السجون الكيني. النقطه الخامسه، خمسه السجون الكيني، سبعه النادي الاهلي. وعلى الارسال رقم سبعه شيكا كيشا، هتلعب ارسال من اعلى خارج الملعب. خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي. نقطة للأهلي، النقطة الثامنة. وعلى الإرسال ندى حمدي. ندى هتلعب إرسال من أعلى مع الوزن زي ما هي معودانا. تشجيعات من تيتينيا بوكان للاعبات زمايلها. استقبال، إعداد، ومحاولة لتعديل الكرة. دعاء ضربة ساحقة من ندى خالد خارج الملعب. يا ندى من آية خالد خارج الملعب يا آية. نقطة لصالح النادي السجون الكيني. ستة السجون الكيني، ثمانية للنادي الأهلي. والإرسال مع رقم 13 لومينا، هتلعب إرسال من أعلى. استقبال النادي الأهلي، إعداد، دعاء، ودعاء لضربة ساحقة من دعاء الغباشي خارج الملعب. يا دعاء نخلي بالنا، يا نخلي بالنا من الضربات الساحقة ونحاول نلعبها في أرضية الملعب وفي الأماكن اللي هي بعيدة عن لاعبات الدفاع. الإرسال مع النادي سجون الكيني تاني رقم 13، تلعب إرسال من أعلى. استقبال، دعاء خلفي لآية، ومحاولة وحائط صد ودفاع عن الملعب من نادي حمدي. ضربة ساحقة من لاعبة تانية بوكان وعدت الملعب واتحسبت فور باص على النادي الأهلي، والتعادل 8-8. نخلي بالنا من استقبال، نستقبل الكرة دي ونلعب ونجيب نقطة عشان ناخد الإرسال مرة تانية. 13 على الإرسال لومي، هتلعب إرسال وبتضيع الإرسال لومي أنا. والنقطة التاسعة للنادي الأهلي والتقدم للنادي الأهلي. الغباشي، دعاء الغباشي على الإرسال رقم 4. إرسال من أعلى مع الوزب. استقبال نادي السجون الكيني، اعداد من رقم 15 وقعد صد مره تانية بترجع لملعب النادي الاهلي. ودفاع عن الملعب ندى وليد بتلعب الكره. آية خالد، تاتانيا بوكان هتضرب، وضربت فعلا وجابت النقطه العشرة الاهلي، 8 لفريق السجون الكيني. ضربه ساحقه كده من تاتانيا بوكان من مركز 4. ودعاء الغباشي على الارسال 4. دعاء تلعب ارسال من اعلى، استقبال رقم 14 بتشوت كده، ولكن تاتش بلوك جت في لاعبه من النادي الاهلي رقم 8 الناديه، بتجيب النقطه التاسعه. 9 السجون الكيني، 10 للنادي الاهلي. وعلى الارسال اقول لحضراتكم رقم 15 على الارسال اللي هي كابتن الفريق لونسيكا، بتلعب استقبال ندى، اعداد، دعاء، تانية بتضرب وبتيجي في حائط الصد وبتخرج بره، ونقطة للنادي الأهلي، ويزداد الفارق إلى نقطتين. 11 الأهلي، 9 للسجون الكيني. وراحت آية خالد على الإرسال. آية هتلعب الإرسال من أعلى. آية خالد بتلعب في مركز 2. آية بتلعب إرسال، استقبال، إعداد، ومحاولة من رقم 4 بتعدي الكرة كده بزراعها على الأيسر. دعاء بتعد بجر. تاتانيا بوكان بتشوط، لازم نغطي على حائط الصد ولازم نغطي على الضرب يا جماعه، عشان المهارات دي مهمه جدا، بتفرق مع الفريق اللي يعني النقط دي بتسهل عمليه الفوز بالشوط. 10 السجون الكيني، 11 النادي الاهلي. 14 على الارسال اللي هي ساندي. ساندي هتلعب ارسال من اعلى، استقبال النادي الاهلي، دعاء، اعداد، دعاء محمد، وضربه ساحقه من تاتانيا بوكان، وخطأ من الشبكة أو لمس شبكة على لاعبة السجون الكيني، والنقطة 12.
12 الاهلي 10 للسجون الكيني. دعاء محمد رايحه على الارسال، دعاء كابتن ابراهيم فخر الدين بيشاور لها اهدي شويه وخلي بالك من الارسال. الارسال عدى واستقبال اعداد رقم 2 كيا، وادي ضربه ساحقه ومحاوله، ادي جماهير النادي الاهلي جت اهي ووصلت عشان تشجع فريقها المحبوب فتيات الذهب. معلش معلش معلش، رقم 4 بتضيع الكرة، 4 بتضيع الكرة. دعاء الغباشي معلش المرة دي، وكرة 11 السجون الكيني، 12 للنادي الأهلي، وعلى رقم 2 على الإرسال كي، كي هتلعب إرسال من أعلى خارج الملعب. برافو دعاء، المرة دي فهمت وخلت الكرة عدت وخرجت بره، وازداد الفارق الى نقطتين، 13 الاهلي 11 للسجون الكيني. تتانيا بوكان على الارسال، تتانيا على الارسال، هتلعب ارسال من اعلى تتانيا، لاعبه المحترفه في صفوف النادي الاهلي من مونتينيجرو. استقبال سولينيكا بتعيد وضربه ساحقه من 14. نخلي بالنا يا جماعه، لازم نغطي على حائط الصد، وقلنا الحاجتين مهمتين جدا اللي هما التغطية على حائط الصد والتغطية على الضارب، مهمين جدا ومهارتين بيجيبوا نقط للفرقة. 12 السجون الكيني، 13 النادي الاهلي، 4 على الارسال. شاميتا هتلعب ارسال من اعلى، استقبال النادي الاهلي، دعاء ضربة ساحقة من ندى حمدي، لا وضربة ساحقة، نقطة للنادي الاهلي، والنقطة 14، ورايحة مي غزال على الارسال رقم 14. 14 الاهلي 12 السجون الكيني، مي غزال بتلعب ارسال من اعلى، استقبال مره ثانيه 15 تونيكا، وضربه ساحقه ومحاوله حائط صد اهو من النادي الاهلي. ادي جماهير النادي الاهلي اللي جايه، مع ان عدد قليل ولكن هي بتشجع فرقه الكره الطايره بحماس وبحراره. وادي النقطه ال 15، 15 الاهلي 12 السجون الكيني. تعليمات كده من المدير الفني جوسبو جيميس جيمس، واعتراض من سولينيكا كابتن الفريق على القرار الاخير اللي خده الحكم اللي يدير هذا اللقاء، الحكم الجزائري رضا ابو زيدي، ويساعد بوريس من الكاميرون، ومسجل الفريق انجي سمير، ومسجل الكتروني تؤى حسن، ومريم سامح لوحة، ومراقب الخط آلا هاني، آلاء هاني، منة صلاح، سماء سيد، رحمة عادل، منة هشام، وتكنولوجي يوسف إيكا. ووقت مستقطع الفني طلبه المدير الفني لفريق نادي السجون الكيني، المدير الفني جيمس، لمدته 30 ثانية طبعا عشان يشوف الأخطاء اللي وقع فيها لاعباته من دفاع عن الملعب ومن ضرب ساحق ومن حائط صد. انتهى الوقت المستقطع، والارسال مع النادي الاهلي، مي غزال على الارسال رقم 14، والاهلي متقدم 15-12، فارق 3 نقاط للنادي الاهلي. مي غزال على الارسال، منتظره صافره الحكم الدولي الجزائري رضا ابو زيدي، وارسال من اعلى. مي، لا يا مي ما عدتش يا مي، لازم نعدي الارسال، وخرجت مي ونزلت ندى وليد ليبرو الفريق رقم 2، والارسال مع فريق السجون الكيني رقم 13 على رقم 7 سوري، اللي هي كيشا، والنقطة 14 لنادي السجون الكيني. نخلي بالنا، نخلي بالنا من نكسر الارسال، يلا نكسر الارسال وناخد النقطه دي. 14 سجون الكيني و16 15 الاهلي، استقبال ندى، اعداد دعاء، وندى حمدي بتضرب وحائط صد خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي، والنقطه 17، يتقدم الاهلي 17 14 للسجون الكيني،
خمسة على الإرسال ندى حمدي. يلا يا ندى. ندى هتلعب إرسال من أعلى. ندى استقبال السجون الكيني إعداد. محاولة من رقم 14 بتعدي الكرة كده بزراعة واحدة. دعاء خلفي لندى لآية حمدي لآية خالد. وبتيجي في حائط الصد 14 اللي هي ساندي تبقى خارج الملعب والنقطة 17 للنادي الأهلي. يتقدم الأهلي 17 14 ثلاث نقاط فارق. ندى حمدي على الإرسال رقم 5. ندى هتلعب إرسال من أعلى. استقبال خارج الملعب يا ندى خارج الملعب. معلش المرة دي تتعوض. يلا نكسر الإرسال اللي جاي بتاع السجون وناخد نقطة على الإرسال رقم 13 لومي. أنا لومي هتلعب إرسال من أعلى مع الوزن. عندهم إمكانيات وعندهم مهارات وعندهم شكل جميل ولكن النادي الأهلي خبرته أكتر وأحسن ولاعبتنا لهم يعني تقنية عالية وأداء ومهارات وخبرة قوية موجودة لدى لاعبات النادي الأهلي. مرة تانية استقبال ندى إعداد ومحاولة كده وحائط صد بيجي خارج الملعب والنقطة 18 للنادي الأهلي. دعاء بتلعب دعاء محمد رقم 20 دي معد يعني بسم الله ما شاء الله تسلم إيديها بتلعب الكرة بالمقاس لتتانيا بوكان أو آية أو آية خالد أو ندى حمدي أو دعاء الغباش ومحاولة بتبقى خارج الملعب والنقطة 19. فرقنا وزاد الفارق إلى 5 نقاط. طبعا المدير الفني جيمس المدير الفني للسجون الكيني طبعا أكيد بيفكر كذا مرة هياخد وقت مستقطع الوقت ولا يستنى شوية. والنتيجة تقدم النادي الأهلي 19 15 السجون الكيني. استقبال إعداد كانسلو اللي هي كابتن الفريق ومحاولة من ند من دعاء محمد. ندى وتعدي تتانيا بوكان إلى نادي ملعب نادي السجون الكيني. محاولة مرة تانية دعاء تتانيا طالعة وحائط صد. لازم نغطي يا أولاد على الضرب الساحق عشان ما نضيعش النقطة. وادي دفاع عن الملعب هي بتلعبها برجليها كده وبتلعب خارج الملعب والنقطة 16 16 السجون الكيني 19 النادي الأهلي. وعلى الإرسال رقم 15 اللي هي لونيسيكا كابتن الفريق. استقبال تتانيا إعداد دعاء ضربة آية لازم يا ندى نخش وندافع. معلش يلا نعوض. 17 السجون الكيني 19 الأهلي خد نقطتين ورا بعض خد 16 و17. ونخلي بالنا من الإرسالات القوية اللي تلعبها رقم 15 لونيسيكا. استقبال دعاء ندى إعداد دعاء هناك لتتانيا وضربة صاعقة حائط صد مشروخ من لاعبات السجون الكيني والنقطة رقم 20. يلا بقى النقطة ال20 دي بتقرب لنا شوية ونحاول ناخد الشوط الأول عشان يكون دفعة معنوية للشوط الثاني. وآية خالد على الإرسال رقم 17 إرسال من أعلى آية خارج الملعب. آية خارج الملعب معلش المرة دي خرجت آية ونزلت الليبرو ندى وليد اللي هي كروس معاها. تغيير لنادي السجون الكيني رقم 14 خرجت ونزلت رقم 11 لوسيا رقم 11 هتلعب إرسال و18 20 لوسيا هتلعب إرسال من أعلى. استقبال ندى إعداد دعاء وضربة صاحقة لكده لأحسن. يلا يا شيخة مي غزال بتقول لها بقى بتاخد فرحة كده بعد ما جابت النقطة 21. دعاء محمد على الإرسال رقم 20 على الإرسال والتقدم للنادي الأهلي التقدم أهلاوي. وهذا هو الشو أو المباراة الأخيرة ونقطة للنادي الأهلي النقطة 22 الأهلي 18. وقت مستقطع طلبه المدير الفني لجيمس المدير الفني للسجون الكيني. ده الوقت المستقطع الثاني ليه هيحاول طبعا يظبط الدنيا عشان تكون يعدل الأخطاء. أما النادي الأهلي طبعا الأهلي فارق 4 نقاط. وادي قدامنا كابتن إبراهيم فخر الدين بيدي تعليماته
وكل لاعيبه النادي الاهلي واقفه والجهاز المعاون. طبعا معانا طبعا الكابتن محمود الوزير، وهقول لحضراتكم الجهاز الفني للنادي الاهلي، كابتن ابراهيم فخر الدين، محمود الوزير، لواء ايهاب حسن مدير الفريق، محمد حسن علي محلل تقني، نادر نشأة محطة احمال، الدكتورة هدير واحد طبيب الفريق. في تغيير لكينيا، نفس التغيير اللي هي 11 خرجت و14 دخلت اللي هي لوسيا مكان ساندي. والارسال مع دعاء محمد، دكتورة ياسمين محمد اخصائي علاج طبيعي، واسماء وادي نقطة لفريق السجون الكيني، اسماء محمد مدلك الفريق، ندى ران، ندى راشد اخصائي نفسي، محمد شريف اخصائي تغذية. النقطة رقم 19، 19 السجون الكيني، 22 الاهلي، والارسال مع رقم 2 كيا، واستقبال دعاء وضربة ساحقة كده لا اروع ولا احلى، وبتيجي في مكان فاضي. ندى حمدي بيجيب النقطة 23، والاهلي يتقدم 23 الاهلي 19 السجون الكيني. ادي جماهير النادي الاهلي اللي هي تتعدى على الصوابع وبتشجع طوال الماتش دايما مآزرة فريقها في كل وقت وفي كل حين. وادي ارسال تتانيا بوكان، ارسال قوة، نقطة ايس، ايس نقطة 24، النادي الاهلي 24 19 السجون الكيني، نقطة وينتهي هذا الشوط. تتانيا على الارسال، يلا تتانيا هاتي يلا النقطة 25 وخلص الشوط ده. تتانيا بوكان على الارسال، محترفة من مونتينيجرو، ارسال قوي، استقبال اعداد لونيسينكا، ضربة ساحقة من رقم 4 شميتة وخارج الملعب، ونقطة للنادي السجون الكيني. النقطة 20، 20 السجون الكيني، 24 النادي الاهلي، نقطة وينتهي هذا الشوط لصالح النادي الاهلي. رقم 4 على الارسال شميتة، استقبال طبعا اهو استقبال ندى وليد، اعداد دعاء، يلا يا تتانيا، ومحاولة بتلعب كرة تانية مرة تانية، ومي غزال، يلا دعاء الغباشي، ولكن نقطة للسجون الكيني، 21 24 النادي الاهلي، يلا يا اهلي، يلا العب يا اهلي. الجماهير اهي عايزة يفوز بالشوط الاول، دائما وابدا الفوز يكون شعار النادي الاهلي. العاب الصلاة وفتيات الذهب لاعبات النادي الاهلي، وادي النقطة 25 وارسال ضايع من عندهم من رقم 4 شميتة، 25 21 والشوط الاول للنادي الاهلي، وهيبقى راحة ما بين الشوطين الاول والثاني، هيبقى النادي الاهلي على ايدك اليمين بزيه الاحمر، ونادي السجون الكيني بزيه الاخضر على ايدك اليسار. قلنا النادي الاهلي طبعا فاز على فريق هقول لحضراتكم اللي هو بتاع بجاية، فريق ناصرية شباب بجاية الجزائري 3-0 في مباراة طبعا الأهلي بخبراته بيعتبر من أحسن الأندية تتويجا أو أكثر الأندية تتويجا في بطولات أفريقيا وبطولات المحلية. الأهلي حاصل على 75 بطولة، 40 دوري عام، 36 كأس مصر، 10 كؤوس أفريقية، وبطولة عربية 8، وسوبر مصري 2. الأهلي حاصل على هذا الموسم كمان على 3 بطولات، 3 بطولات محلية، السوبر المصري، الدوري العام، كأس مصر. وطبعا نتمنى كل الأمنيات الطيبة لفريق النادي الأهلي أن يحصل أو يحقق البطولة الرابعة إن شاء الله الرباعية، وهي بطولة أفريقيا أو كأس أفريقيا اللي احنا بنلعب فيها الوقت. الأهلي طبعا مجموعته قلنا حضراتكم، المجموعة الأولى كانت بتضم الأهلي والسجون الكيني وفريق نصرية شباب بجاية الجزائري، المجموعة الثانية الزمالك، الكحولي الأثيوبي، أسك ميموزة الأفواري، مشعل بلدية بجاية، المجموعة الثالثة الأنابيبي الكيني، كاس توماس سيرفيز النيجيري، سانت دوني جزر رينيون، ومايو كاني إيفلوتش ده الكاميروني،
والمجموعه الرابعه البنك التجاري وليتو الكاميروني والسوكو سيم السنغالي والجمعيه الرياضيه لولايه بجايه. دي المجموعه الرابعه. طبعا هيطلع 8 فرق يصعدوا الاول والثاني من كل مجموعه الى الدور اللي بعديه. هيبقى انسان طبعا هيبقى دور 4 في 2 8، يعني هيكون دور الثمانيه او لسه ما برضه هنعرف. هي المفروض هيصعد 8 فرق لان احنا انت 14 فريق. الاهلي طبعا قلنا لحضراتكم حائز او الاكثر تتويجا، فريق النادي الاهلي لكره الطايره سيدات الاكثر تتويجا في نقول في العالم بقى، او واخد 75 بطوله وقلنا عليهم. وهنقول لحضراتكم طبعا النادي الاهلي ما فاضلوش حاجه، حاجه محليه، فاضل بطوله افريقيه. تعليمات اهو كابتن ابراهيم فخر الدين المدير الفني والكابتن محمود الوزير المساعد او المدرب العام، تعليمات كده لآية خالد بعض الاخطاء اللي هي بتقع فيها في الارسال بيتاكد عليها وبيقول لها. طبعا كابتن محمود الوزير يعتبر محلل تقني، كان مع المدير الفني او كان المدير الفني لفريق النادي الاهلي الرجال، وطبعا عارف طبعا امكانيات اللاعبات وعارف كل حاجه، وهو بيوجه آية خالد عشان تلعب ارسال الى بعض اللاعبات في الفريق الكيني او السجون الكيني عشان يشوف هو يعني بيلعبوا ازاي. نزلنا ارض الملعب ومي غزال التشكيل زي ما هو. مي غزال رقم 14، 2 ندى وليد، تتانيا بوكان رقم 3، 5 ندى حمدي، دعاء الغباشي رقم 4، آية خالد رقم 17، و دعاء محمد رقم 20 معد الفريق. وادي فريق السجون الكيني على ايدك اليسار بزيه الاخضر رقم 14 ساندي، رقم 4 شميتا، رقم 2 كيا باملا، رقم 1 رقم 13 لومايا، ورقم 9 ليبرو الفريق اون مايا ياما، ورقم 15 اللي هو كابتن الفريق لو سينيكا، رقم 15 كابتن الفريق. والارسال مع نادي السجون الكيني رقم 15. هتلعب ارسال، هذه الجماهير اهي بتشجع فرقتها، فرقه النادي الاهلي. الارسال من اعلى خارج الملعب وبتيجي في الحائط الحديدي للشبكه او، والنقطة الأولى للنادي الأهلي. وأدي آية حمدي آية خالد على الإرسال رقم 17. آية هتلعب إرسال من أعلى، آية إرسال من أعلى، استقبال إعداد رقم 15 أهو، رقم 2 كيا بتلعب كرة كده دعاء بتعلي الكرة كده، تتانية ندى حمدي بتلعبها فوق حائط الصد بليسنج، ولكن لحقتها لعبة السجون الكيني وهو برضه نفس اللعبة. برافو آية خالد بتلحق الكرة ودفاع أو تغطية على حائط الصد وضربة ساحقة أهي، خطأ شبكة أصلا على اللاعبة رقم 2 وهي طالعة لمست الشبكة، وتاتش تاتش بلوك كمان، كرة خرجت بره الملعب. اعتراض طبعا من لونسيكا اللي هي كابتن الفريق على القرار الحكم الجزائري رضا أبو زيدي، ولكن الكرة حكم قرار الحكم 100% صحيح. آية على الإرسال 2 الأهلي لا شيء النادي السجون الكيني. آية على الإرسال، آية خالد إرسال من أعلى، برافو آية عدت الإرسال أهي الحمد لله، ومحاولة ودفاع ملعب ندى حمدي، يلا نغطي يا جماعة، وقفت ليه يا آية؟ خطوة كمان كنت تجيب الكورة، يلا معلش. واحد السجون الكيني، 2 للنادي الاهلي، وده الشوط الثاني اللي جاي لسه امام شاشات قناه النادي الاهلي بالبطوله الافريقيه لكره الطايره. والاهلي المباراه الاخيره في الدور الاول التمهيدي للبطوله الافريقيه المجموعه الاولى. وادي اعداد من السجون الكيني بيعدي الكره دفاعا الملعب، دعاء وبتضرب مي غزال، يا ولد يا ولد يا غمي يا غزال يا غزال يا يا هي مش عايز نغني بقى الاغنيه بتاعت يا غزال يا غزال. برافو مي غزال، وبتجيب الكرة ونقطة ليها، والنقطة الثالثة 3 الأهلي 1 السجون الكيني، ودعاء أهو تعليمات كده بالإشارة بينها وبين الكابتن إبراهيم فخر الدين
عشان يقول لها تلعب فين الارسال. اهو لعبه الارسال، اعداد خلفي ومحاوله ودفاع عن الملعب. برافو يا ندى، ندى وليد بتلعب الكره وتتانيا بتعلي الكره وبتعدي، وادي ندى حمدي دفاع مره تانيه. دعاء ضربه ساحقه، حائط صد زوجي على والنقطه التانيه. اتنين السجون الكيني، تلاته النادي الاهلي. يلا يا ولاد، يلا يا بنات، يلا يلا، احنا احسن، احنا خبرات، احنا اصحاب بطولات، اصحاب انجازات. السجون الكيني رقم اتنين، واتنين السجون الكيني رقم اتنين. كيا بتلعب ارسال من اعلى خارج الملعب، خارج الملعب تاني ارسال يبقى خارج الملعب من السجون الكيني. اربعه النادي الاهلي، دبل سكور، اتنين نادي السجون الكيني. وعلى الارسال تتانيا بوكان المحترفه في صفوف النادي الاهلي من مونتينيجرو. تتانيا بوكان هتلعب ارسال من اعلى، ارسال تتانيا، استقبال السجون الكيني، اعداد وبتعدي الكره ومحاوله من دعاء. يلا معلش المره دي، ونقطه ضايعه وهنحاول نجيبها. في هي مي غزال تقريبا خبطت في لاعبه وهي بتشوط الكوره، ولكن نقطه للسجون الكيني. على الارسال مع السجون رقم اربعه، على الارسال شميتا تلعب ارسال بذراعها الايسر وبتضيع الارسال. ثالث ارسال يضيع من السجون الكيني. الخمس نقط بتوع النادي الاهلي، ثلاث ارسالات من السجون الكيني ضايعين. يجب بقى نلعب ونستغل هذا الخطا. مي غزال على الارسال رقم 14، ارسال من اعلى، استقبال كده، اعداد ومحاوله ودفاع عن الملعب وبتعدي الكره نادى حمدي. دفاع عن الملعب بقى، ايوه كده، هتصدي يا ولد، ونقطه للنادي الاهلي، النقطه السادسه. لاعبات الاهلي مصحصحين، خلي بالنا. يلا يا مي، سته الاهلي، ثلاثه السجون الكيني، و دبل سكور والارسال مع مي غزال. ارسال من اعلى مي، استقبال كده وحش جدا، استقبال كده مش غير مناسب، خطا، ونقطه للنادي الاهلي، النقطه السابعه. برافو مي غزال، يلا يا مي على نفس العبي عليها تاني يا مي، العبي عليها تاني. سبعه الاهلي، ثلاثه مي، ثلاثه للسجون الكيني. يلا يا مي، استقبال اهو، لعبت عليها تاني مره تانيه، دفاع عن الملعب ومحاوله وراحت مي غزال، وتعدي ندى حمدي كده تلعبها فوق حائط الصد مره تانيه. وادي دعاء محمد، اعداد يا خالد، وندى بتضرب، ندى حمدي، يلا يا ندى، يلا برافو يا ندى، تسلم ايديك يا ندى. ندى حمدي بتجيب النقطه الثامنه ويزداد الفارق الى خمس نقاط. وما زال الارسال مع مي غزال، مي هتلعب ارسال من اعلى، في خطا كده والكره نقطه للنادي الاهلي، وقت مستقطع. النقطه التاسعه، تسعه الاهلي، ثلاثه الفريق السجون الكيني، ست نقاط فارق، وقت مستقطع. طلبه المدير الفني جيمس لنادي السجون الكيني، وادي قدامنا حضراتكم لاعبات النادي الاهلي وتعليمات من الكابتن ابراهيم فخر الدين. هم متقدمين بفارق ست نقاط، كابتن محمود الوزير اهو نازل بلابتوب طبعا عشان يقول لهم على الاخطاء اللي موجوده في الفتره اللي فاتت. وانتهى الوقت المستقطع، تغيير لنادي السجون الكيني، تغييرين، خمسه داخل مكان اربعه، خمسه اللي هي ماكينه، مكان اربعه اللي هي مشيتا شميتا، ونقم 10 اللي هي بالينا ميشيل داخله مكان 15 اللي هي كابتن الفريق لونسيكا. والارسال مع النادي الاهلي، مين هيكون كابتن الفريق؟ بيشاور له لان كابتن الفريق هي اللي طلعت، كابتن المدير الفني الحكم الدولي الجزائري، الحكم رقم واحد، بيشاور بيقول لهم مين هيكون كابتن الفريق، فشاوروا له على كابتن الفريق. على الارسال مع النادي الاهلي، مي غزال على الارسال،
تسعة الأهلي، ثلاثة السجون الكيني، ومحاولة مرة تانية. حلوة يا ندى، حلوة يا ندى، يلا يا ندى، يلا نلعب بقى ونزيد الفارق. عشرة الأهلي، ثلاثة السجون الكيني. أهو كابتن إبراهيم فخر الدين بيشاور وبيلعب. مي غزال على الإرسال. عشرة الأهلي، ثلاثة، فارق سبع نقاط. أول مرة يكون الفارق كبير كده. مي بتلعب إرسال قوي، استقبال، إعداد السجون ومحاولة ودفاع عن الملعب تتانية بوكان، إعداد دعاء خلفي، ضربة ساحقة يا واد، مش عارف أقول لك إيه يا ندى. برافو يا ندى، تسلم إيديك يا ندى، تسلم إيديك يا ندى حمدي، رقم خمسة. والنقطة الـ 11، في تفاهم كده، في دويتو ما بين ندى حمدي ودعاء محمد. والنقطة 11، ومي غزال على الإرسال. مي هتلعب إرسال من أعلى، استقبال كده، إعداد، ومحاولة مرة تانية، ودفاع حائط صد ناجح من النادي الأهلي، ولكن بيلحقوا التغطية عليه من نادي سجون الكيني. مرة تانية دعاء بتلعب الكرة خلف حائط الصد، دفاع مرة تانية، هي دعاء طالعة خارج الملعب. والنقطة 12، والفارق يزداد إلى 9 نقاط. 12 الأهلي، 3 السجون الكيني، واضح قوي فارق الخبرات، فارق المهارات، فارق كل حاجة في لاعبات النادي الأهلي عن لاعبات السجون الكيني. مي غزال ما زالت مستمرة على الإرسال. إرسال من أعلى، استقبال، إعداد رقم خمسة اللي هي لسه نازلة ماكينة، ونقطة للسجون الكيني. أربعة السجون الكيني، 12 النادي الأهلي، وأدي في طبعا الليبرو بتاعهم 16 و9، 16 اللي هي ميسوكي، و9 اللي هي وان مايا وان ياما. ونادى وليد بتعتذر لزميلها انها شاطت الكره في الشبكه، ونقطه ضايعه من لاعبات النادي الاهلي. والنقطه الخامسه للسجون الكيني. السجون الكيني خمسه، وعلى الارسال رقم واحد يا باملا هتلعب ارسال من اعلى، استقبال، اعداد، ضربه ساحقه من ايه خالد مره ثانيه، ومحاوله من لاعبات النادي الاهلي. ندى وليد، ندى حمدي على الضرب الساحق مرة تانية، ومحاولات حائط صد، بتعتذر ندى حمدي لزبايلها، بتقول أنا طلعت وخدت الزاوية خطأ. والنقطة الستة، ستة السجون الكيني، 12 النادي الأهلي، والإرسال مع رقم واحد، بتلعب إرسال من أعلى، استقبال مرة تانية، دعاء الغباشي، آية خالد بتعد، وضربة ساحقة كده من دعاء الغباشي، ونقطة للنادي الأهلي، النقطة 13. الأهلي 13، 6 لفريق السجون الكيني، والإرسال مع ندى حمدي. ندى هتلعب إرسال من أعلى، إرسال من أعلى ندى، استقبال، إعداد من رقم واحد أهي، وضربة ساحقة، ومحاولة الدفاع عن الملعب من ندى وليد، ضربة ساحقة، مدافع، مدافع صح يا ندى تانية. والنقطة سبعة، سبعة السجون الكيني، 13 النادي الأهلي. طبعا إحنا كل ما نخش في الأدوار التالية بتبقى تصعب المهمة شوية، بتبقى فرق أقوى من الأدوار التمهيدية. طبعا الأدوار الأولى دي بتبقى معظمها أكيد 3-1 أو 3-0. آية خالد بتلعب الكرة من فوق حائط الصد مرة تانية، محاولة وحائط الصد وخارج الملعب، ونقطة للنادي الأهلي. النقطة 14، الأهلي 14، 7 للسجون الكيني، دبل سكور. والإرسال مع دعاء الغباشي رقم 4. دعاء هتلعب ارسال من اعلى، ارسال من اعلى، استقبال، وادي خمسه بتعد خلفي، ضربه ساحقه قويه، ودفاع عن الملعب من ندى وليد، تسلم ايديك يا ندى، حائط صد كده خارج الملعب. والنقطه دي من لنادي السجون الكيني. 8 السجون الكيني، 14 النادي الاهلي، 10 على الارسال، بالينا ميشيل،
10 تلعب ارسال من اعلى، استقبال ندى وليد، اعداد دعاء تانية بتشوط، مرة تانية بترجع ملعب النادي الاهلي، واعداد خلفي ايه خالد يا بطل يا ايه، مرة تانية بتدافع ايه اهي، اعداد دعاء، ضربة خلفية من دعاء الغباشي، مرة تانية حائط صد يا ولد، حائط صد زوجي من دعاء محمد وايه خالد، وبيجيب النقطة 15 للنادي الاهلي، ورايح على ارسال ايه خالد رقم 17. ايه خالد هتلعب ارسال من اعلى، ايه استقبال، اعداد من رقم 5 اللي هي ماكينه، ومحاوله مره تانية ندى حمدي، وادي تانية مكان خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 16 الاهلي 8 للسجون الكيني، دبل سكور. وايه خالد على الارسال، تغييرين نفس التغييرين هم هينزلوا 4 و15 مكان 5 و10، 4 اللي هي شميتة و15 اللي هي كابتن الفريق لونسيكا، ونزلوا مره كده خد 4 تغييرات، طلعوا ودخلوا، يبقى فاضل له تغييرين كمان، عارفين التغييرات في كل شوط 6 تغييرات. ايه خالد على الارسال، ارسال بتلعب ارسال من اعلى، استقبال، اعداد من لونسيكا هي لسه نازله، ضربه صحيحه من شميتا رقم 4، وادي دعاء ندى حمدي وتضرب حائط صد فاشل من لاعبات السجون الكيني، والنقطه 17. 17 الاهلي 8 للسجون الكيني، في تغيير اهو، رقم 7 مكان 14، 7 اللي هي لسه نازله كاشيه مكان 14 اللي هي ساندي. فاضل له تغييره واحده بقى، المدير الفني جيمس قال له اهو 5 تغييرات، فاضل له تغييره واحده. ايه خالد على الارسال، طبعا الاهلي ما غيرش ولا تغييره، الاهلي بيلعب بثبات، واقف على ارض صلبه. ايه خالد ارسال من اعلى، استقبال وحش جدا خارج الملعب، والنقطه 18، والفارق السكور 10 نقاط لصالح النادي الاهلي. يلا يا ايه، تسلم ايديكي يا ايه. ايه خالد على الارسال، ايه على الارسال، ارسال من اعلى خارج الملعب برضه، برافو برافو برافو، ارسال كده بتلعب تعليمات الكابتن ابراهيم فخر الدين، بنلعب على اللعيبه اللي هي ما بتعرفش تستقبل الكره الاولى من الارسال. ايه خالد على الارسال مره ثانيه، 19 8 اهو، استقبال، اعداد مره ثانيه ومحاوله، بتعدي الكره حنادة حمدي، دعاء وضربه صحيحه كده، لا احلى ولا اروع من كده من مي غزال، وسريع من مركز 3، بتضرب وبيجيب النقطه 20. يلا يا ايه، بيلعب في نفس التوقيت فريق النادي الاهلي للكره الطايره رجال مع فريق بتروجيت في الدور قبل النهائي لكاس مصر بصالة العاصمة الإدارية. نقطة ومحاولة للنادي الأهلي لزيادة الفارق إلى أكثر من 10، 12 نقطة، وهي النقطة 13، وخطأ على رقم 7 من نادي السجون الكيني، لمس شبكة، والنقطة 21 للنادي الأهلي. 21 الأهلي، 8 السجون الكيني، وآية خالد ما زالت مستمرة على الإرسال. استقبال، اعداد من رقم سلونسيكا، وبتعدي الكره، دعاء بقى بتعد كده سريع، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على احلى كلام، على مي غزال اللي بتلعب ضربه ساحقه سريعه من مركز 3 وبتجيب النقطه 22. 22 مي 22 النادي الاهلي، 8 لفريق السجون الكيني، وعمل تغيير كده، ده التغيير الاخير اعتقد كده، 6 تغييرات خدهم. ايه خالد هتلعب الارسال من اعلى، 22 الاهلي 8 لنادي السجون الكيني، يلا يا بنات اهو، اعداد كده بجر ومحاوله تعديه الكوره، ادي النادي الاهلي بقى ندى، دعاء يا ولد
يا سلام يا سلام عليك يا دعاء. احلى احلى حاجة ان المعد دايما بيلعب الكرة بيلعبها بليسنج عشان يجيب منها النقطة، النقطة 23، ويتقدم النادي الاهلي 23-8 للسجون الكيني. ادي اي خالد على الارسال، ارسال من اعلى استقبال، وادي محاولة مرة تانية، وادي ضربة ساحقة من لاعبات النادي الاهلي، وحقت صد مرة تانية. دفاع عن الملعب ندى دعاء، يلا يا مي يلا يا مي يلا يا مي، 24-8، وهذه يعني نقطة وينتهي هذا الشوط لصالح النادي الاهلي، 24 الاهلي 8 للسجون الكيني. ما زالت آية خالد على الارسال، ارسال من اعلى آية خالد، آية بتلعب ارسال قوي، ايوه النقطة 25، وينتهي الشوط 25-8، الشوط الثاني، ويتقدم النادي الاهلي شوطين، الاول 25-21، الشوط الثاني 25-8، راحة ما بين الشوطين الثاني والثالث، ويكون على ايدك اليمين فريق السجون الكيني بزيه الاخضر، وعلى ايدك اليسار فريق النادي الاهلي بزيه الازرق. اهو امام حضراتكم، وهراحة ما بين الشوطين كده. نستأنف مع حضراتكم الشوط الثالث ومن مباراة الكرة الطائرة بين فريقي النادي الأهلي ونادي السجون الكيني، والأهلي متقدم في الشوط الأول 25-21، الشوط الثاني 25-8، يعني فارق كبير جدا، يعني من 8 ل 25، يعني 17 نقطة فارق لصالح النادي الأهلي في الشوط الثاني. الشوط الأول كان 4 نقاط، ولكن الأهلي متقدم ودائما فتيات الذهب، فتيات الذهب لاعبات النادي الاهلي، ونزلنا الملعب اهو نفس التشكيل اعتقد هو من آية خالد رقم 17، دعاء محمد رقم 20،
نتانيا بوكان رقم 3، رقم 2 ندى وليد، ندى حمدي رقم 5، ندى وليد اللي هي ليبرو الفريق 4، دعاء الغباشي، مي غزال رقم 14. طبعا جماهير النادي الاهلي بتصحصح الفرقه وتقول لها اهلي اهلي اهلي. والارسال مع نادي، هنقول لحضراتكم اهو حكم الجزائر هذا اللقاء، الحكم الجزائري رضا ابو زيدي، ويعاونه بوريس الكاميروني، واحمد ننجي سمير احمد مسجل، ومسجل الكتروني تقى حسن، ومريم سامح لوحه، الاء هاني خط مراقب خط رقم 1، منى صالح رقم 2 خط رقم 2، سماء سيد خط رقم 3، رحمه عادل خط رقم 4، منى هشام احتياطي، وتكنولوجي يوسف ايكا. والاهلي متقدم في الشوطين، ويراقب هذا اللقاء دكتور فؤاد عبد السلام وفؤاد جراده، دول لجنه الاحتكام من الاتحاد الافريقي للكره الطايره. ويشاهد هذا اللقاء خالد مرتجى امين صندوق النادي الاهلي والقائم باعمال نائب رئيس النادي، ومي يقوت عضو مجلس الاداره، وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. امام حضراتكم اللقاء الشوط الثالث، وعلى الارسال دعاء الغباشي رقم 4. دعاء هتلعب ارسال من اعلى مع الوزن، استقبال السجون الكيني كده، اعداد ومحاوله مره ثانيه، ودفاع عن الملعب من دعاء محمد، وبيجيب النقطه الاولى دعاء. 1 الاهلي لا شيء، السجون الكيني، دعاء محمد، لعبه الكره كده بليسنج في منطقه فاضيه. دايما المعد لازم يكون مصحصح لهذه الكرات، اما الكره تجيله اللي يلعبها هيجيب منها نقطه اضمن، ولا هيعدها للمضارب اضمن، فبيشوف ويقارن في ثواني. الكرات دي بتاخد او القرار بياخد لحظات سريعه. ومحاوله وحائط صد من النادي الاهلي اهو، مره ثانيه دفاع عن وحائط صد ثاني، ودفاع عن الملعب من تيتانيا، ولكن ما لحقتش ندى حمدي، واعتقد ان هي وقعت على رجليها. وهنحاول نشوف، وهي الطبيبه نزلت لها الدكتوره هدير، هي رجلها يعني وهي كانت عايزه تجري ممكن يكون اتلوت بسيط جدا او حاجه بسيطه يعني. التعادل 1-1، والارسال مع السجون الكيني رقم 14 ساندي. واحد واحد، ده الله بقى عايزين نفرق. استقبال، اعداد دعاء، ومتتانية كان بتلعب الكرة كده، محاولة مرة تانية، وادي ضربة ساحقة ودفاع عن الملعب من ندى حمدي. دعاء بتعد، ضربة خلفية، ضربة خلفية من دعاء الغباشي جت على الشبكة، رجعتها رقم 2 من فريق السجون الكيني اللي هي كيا، والنقطة الثانية للسجون الكيني. 2 السجون الكيني، 1 النادي الأهلي. نخلي بالنا نكسر إرسال بقى وناخد النقطة دي. استقبال ووحش من رقم 4 دعاء الغباشي. دعاء الغباشي الاستقبال بتاعها كان وحش. 3 السجون الكيني، 1 النادي الأهلي. نهدى شوية وناخد ونكسر إرسال ونلعب. الحكم الجزائري رضا ابو زيدي هيلعب ارسال من اعلى، استقبال، اعداد دعاء، عد الكره يا ندى بقى، عدت الكره ندى، عمال ما ناخد بالنا ونجهز ونستعد. ندى تاني تلعب الكره لتتانيا، تتانيا بتشوط نقطه كده على الخط وتاتش بلوك، نقطه للنادي الاهلي. النقطه الثانيه 2 الاهلي، 3 السجون الكيني. وعلى الارسال ايه خالد، مي غزال نزلت اهي مكان طبعا الليبرو، ليبرو الفريق رقم 2 ندى وليد، وهي الكروس بتاعها بتلعب في ثلاثات. لا لا يا ايه، لا يا ايه، احنا كنا نسينا بقى موضوع ارسال الضايع ده. يلا معلش المره دي، 4 السجون الكيني، 2 النادي الاهلي، وعلى الارسال رقم 2 كي هتلعب ارسال من اعلى، استقبال، دعاء، اعداد دعاء، تتانيا بوكان بتشوط يا ولا، ضربه ساحقه قويه من تتانيا بوكان، وبتجيب النقطه الثالثه، والارسال ينتقل الى النادي الاهلي. دعاء محمد على الارسال،
رقم 20 دعاء تلعب ارسال من اعلى، استقبال وحش جدا من رقم 14 ولكن في تكمله ودفاع عن الملعب. دعاء ضربه ساحقه، يا سلام، تسلم ايديك يا ندى. ندى حمدي رقم 5 تضرب من النادي الاهلي من مركز 2 وبتطلع وبتركب الكره من اعلى نقطه وبتجيب النقطه الرابعه، نقطه التعادل. دعاء محمد 20 على الارسال، دعاء هتلعب ارسال من اعلى، استقبال اعداد من رقم 5 كده ماكينه، وحائط صد ناجح، تتانيا بوكان ومي غزال. يلا يا مي ورينا بقى اللعب، ورينا الارسالات والحائط الصد والضرب الساحق السريع من مركز 3. دعاء محمد على الارسال، 5 الاهلي 4 السجون الكيني. دعاء تلعب ارسال، استقبال اعداد من نادي السجون الكيني ومحاولة كده من مركز 2 بتجيب نقطة التعادل. 5 السجون الكيني، 5 الاهلي، وعلى الارسال رقم 10 بالينا ميشيل تلعب ارسال من اعلى، استقبال دعاء، دعاء دعاء مرة تانية بتعد، بتعد الكورة ندى، لا نخلي بالنا وفي بعض تكات كده لازم نخلي بالنا منها. ايوه ايوه كده، ايوه كده، ايوه كده يا مي، مي غزال بتجيب النقطة الستة، سريع من مركز 3 تضرب، نلعب سريع على طول عشان ناخد النقاط متتالية. تتانيا بوكان على الإرسال رقم 3 هتلعب إرسال من أعلى، تتانيا، لا يا تتانيا ليه كده، ليه ليه، تعتذر لكابتن إبراهيم وهو بيسلم عليها. 6-6 السجون الكيني، الأهلي إرسال من أعلى رقم 7 كشية تلعب إرسال، استقبال ندى، إعداد دعاء، بتعدي كده مي غزال، بتلعبها محاولة مرة تانية من دعاء، دعاء بتضرب، مي بتضرب، تتانيا بوكان ضرب خلفي سريع كده وبتجيب النقطة 7 ويتقدم النادي الأهلي 7-6. وعلى الإرسال 14 مي غزال، مي بتلعب إرسال من أعلى مع الوزب، أهو إرسال قوي، استقبال إعداد من رقم 15 ولكن في خطأ على لاعبات السجون الكيني والكرة خارج الملعب، والنقطة الثامنة. 8-6 قلنا إن تم إلغاء الوقت المستقطع الفني للمباراة اللي هو كان عند النقطة 8 والنقطة 16، ده من بعد تقريبا بطولة العالم الماضية، وعشان التشويق والاستمتاع ب وسرعة الكرة الطايرة. محاولة مرة تانية من تتانيا من ندى حمدي، بتضرب من مركز 2 يا ندى، تسلم ايديك يا ندى، وبتجيب النقطة 9. 9 الأهلي، 6 السجون الكيني. مي غزال على الإرسال، إرسال من أعلى مع الوزن، استقبال كده من لاعبات السجون الكيني، محاولة مرة تانية لتقليل الفارق ولكن لاعبات النادي الاهلي لا، لازم لازم نلعب، حائط صد من السجون الكيني بياخد النقطة 7. الارسال مع رقم 13 لوميانا، 9 الاهلي 7 السجون الكيني، والارسال محاولة من دعاء ولكن خطأ وخرجت بره الملعب، كانت هتعور نفسها، معلش خلاص قامت اهي، والنقطة الثامنة لفريق السجون الكيني. 13 على الإرسال، لومي هتلعب إرسال من أعلى، استقبال النادي الأهلي كده، تتانيا، دعاء هناك لدعاء الغباشي، ضربة ساحقة من مركز 4 مرة تانية، ودعاء اهي، يلا يلا يا ندى، يلا يا ندى، يلا يا ندى، ولكن خارج الملعب، ونقطة نقطة التعادل، نقطة التعادل 9-9، ثلاث نقاط ورا بعض ضايعين، لازم نخلي بالنا بقى، نكسر الإرسال،
استقبال النادي الاهلي اهو، ندى وليد، دعاء، طلع ندى حمدي وبتشوط، ما خدتش بس فرصتها قويه او الوقت المتاح ليها. دعاء تاني، ندى، يلا يا ندى، نقطه لنادي السجون الكيني. حائط الصد جت في ملعب النادي الاهلي، والنقطه العاشره، 10 نادي السجون الكيني، 9 نادي الاهلي. اكيد الكابتن ابراهيم شكله كده هيعمل تغييره، كابتن ابراهيم فخر الدين هيلعب بقى ايه حمدي، ايه حمدي الشامي اللي لسه راجع من اصابه رقم 1. ارسال من اعلى، استقبال ندى، واعداد وضربه ساحقه، يا خالد هيعمل تغيير اهو، بيطلب كابتن ابراهيم فخر الدين اهو، طلب وقت مستقطع، وبعد الوقت المستقطع هيطلب تغيير او هيعمل تغييره. 11 السجون الكيني، 9 النادي الاهلي. كابتن ابراهيم فخر الدين امام حضراتكم، في اخطاء طبعا في الفتره اللي فاتت، فبيحاول ان هو يصلح الاخطاء وهيعمل تغييره كده اهو، بيسخن لاعبتين من النادي الاهلي، ايه حمدي رقم 1 و19 علي سهيله وفي، سهيله وفي وايه حمدي، هيحاول يلاعبهم في مركز 3 ومركز 2. ايه حمدي طبعا بنت الكابتن حمدي الشامي. الارسال مع نادي السجون الكيني، عمل تغيير اهو وخلص، لا ما عملش لسه التغيير، الكابتن لسه، كابتن ابراهيم خد وقت مستقطع بس. استقبال النادي الاهلي، تتانيا بوكان، دعاء، يلا يا ندى، يلا يا ندى، تسلم ايديك يا ندى، والنقطه العاشره للنادي الاهلي اهو. جاب اتنين، هيعمل تغييرين اهو، هينزل ايه حمدي وهينزل سهيله وفي مكان ندى، آية حمدي مكان ندى، ندى حمدي، و آية حمدي مكان ندى حمدي، ورقم 19 سهيلة مكان ندى حمدي. والإرسال مع سهيلة وفي رقم 19، سهيلة لسه راجعة من إصابة، السلامات يا سهيلة. استقبال، إعداد ومحاولة، هي وآية الاثنين، سلامات ليهم، واهو ادي الاعداد اهو، وادي ضربه ساحقه من دعاء الغباشي مره ثانيه، سهيله، ايوه كده، ايوه كده، سهيله بترفع كره بالمقاس لدعاء الغباشي اللي بيجيب منها نقطه التعادل. 11 الاهلي، 11 السجون الكيني. الاهلي عدل النتيجه. سهيله على الارسال، استقبال نادي السجون، وادي اعداد ومحاوله دفاع عن الملعب، اي حمدي مره تانية، حائط صد ودفاع عن الملعب، وكره عدت ملعب السجون الكيني مره تانية. يلا يا ايه، ايه بتدافع، اعداد من سهيله وضربه ساحقه من دعاء، مره تانية سهيله، مره تانية دي دعاء الغباشي، وحائط صد ومحاوله ودفاع عن الملعب، وعدت الكره من تانية، عدتها ملعب نادي السجون الكيني، والكرة ما زالت مستمرة. برافو برافو برافو، كرة جميلة كانت مستمرة لأبعد مدى، دعاء الغباشي بتتقدم بضربة ساحقة كده وبيجيب النقطة 12. 12 الأهلي، 11 للسجون الكيني. تغييره في محله اللي كان جايبه، اللي كان عمله الكابتن ابراهيم فخر الدين، التغييرين اللي عملهم دول اهو، دفاع عن الملعب من رقم 4 دعاء، ضربه ساحقه من تتانيا، يلا تسلم ايديك يا تتانيا. النقطه 13، 13 الاهلي، 11 السجون الكيني، وقت مستقطع، طلبوا كابتن جيمس اللي هو المدير الفني للسجون الكيني، وادي كابتن ابراهيم فخر الدين امام حضراتكم اهو. طبعا التعادل كان في فرق نقطتين لصالح النادي السجون الكيني، الاهلي تعادل وفرق نقطه كمان، 13 11 فرق نقطتين كمان اهو، بعد ما كانت 11 9 خدنا 3 نقاط ورا بعض. والارسال مع النادي الاهلي، سهيله وفي رقم 19،
طبعا هي نزلت مكان دعاء محمد اللي هي معد الفريق، وآية حمدي نزلت مكان ندى حمدي في مركز اتنينات. الارسال مع سهيله، بتلعب ارسال من اعلى، استقبال واعداد ومحاوله حائط. يا عيني يا عيني يا عيني على حائط الصد، حائط صد مزيكا من ايه حمدي ومن ايه خالد، ايه وايه، ايه حمدي وايه خالد، والنقطه 14 14 الاهلي 11 السجون الكيني. سهيله وفيق على الارسال، استقبال نادي السجون الكيني، اعداد خلفي ومحاوله حائط صد برضو، ايه حمدي وايه خالد، ايه حمدي الشامي وايه خالد، والنقطه رقم 15. وسهيله على الارسال، سهيله وفيق، في تغيير كده لنادي السجون الكيني، رقم 15 نازله لونيسيكا اللي هي كابتن الفريق رقم 15 مكان رقم 5 اللي هي ماكينة. سهيل على الإرسال، إرسال من أعلى، استقبال إعداد ومحاولة من رقم 14 شيتا لدفاع عن الملعب، وخطأ على النادي الأهلي من آية حمدي، تلمس الشبكة والنقطة ما يهمناش النقطة دي. 12 السجون الكيني، 15 النادي الأهلي. يلا نكسر الارسال وناخد نقطة عشان نزود الفارق، عشان نخلص الجيم ده ونخلص من هذا اللقاء. عادي الارسال ضايع اهو، ونقطة للنادي الاهلي، النقطة 16. 16 الاهلي، 12 السجون الكيني، فارق 4 نقاط. وعلى الارسال دعاء الغباشي رقم 4. يلا يا دعاء. التغييرين اللي عملهم الكابتن ابراهيم فخر الدين، معلش الارسال ضايع. التغييرين اللي عملهم كابتن ابراهيم فخر الدين بنزول ايه حمدي ونزول سهيله وفيق مكان دعاء محمد ومكان مي غزال، عمل تغييره كويسه وقدرت ان هو يغير النتيجه ولصالح النادي الاهلي ويزيد الفرق لصالح النادي الاهلي الى 3 نقاط. اهي حائط صد، يلا نغطي بقى، غطي على حائط الصد، برافو ندى، ومضربة ساحقة من الأخطبوط الأهلاوي، ولكن نقطة لصالح النادي السجون الكيني. طبعا آية حمدي الحمد لله على السلامة، عودتها إلى الملاعب بعد غياب كان عاملة عملية في دراعها. والإرسال مع رقم 14 من السجون الكيني، خارج الملعب، خارج الملعب، ونقطة للنادي الأهلي، نقطة 17 17 14. وعلى الارسال ايه خالد، تعليمات الكابتن ابراهيم فخر الدين على طول مع كل لعيبه تروح على الارسال. اعتقد ان هي هتلعب ارسال على 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 مركز واحد، لا جه قوي شويه وخرج بره الملعب، معلش نقطه ضايعه. تغيير لنادي السجون الكيني رقم 3 داخله اللي هي شنيني 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 رقم 3 مركان رقم 13 اللي هي لوميانا. على الارسال رقم 2 كي، هتلعب ارسال من اعلى، ارسال من اعلى، استقبال، وسهيله بتلعب الكره، بتحاول ايه حمدي ولكن خارج الملعب، والنقطه الضايعه 16. اصبح الفارق نقطه واحده، نقطة واحدة الفارق لصالح النادي الأهلي. والإرسال مع نادي السجون، يلا الجماهير بتشجع النادي الأهلي وفارقين نقطة واحدة تانية. يلا يا سهيلة، يلا يا مي، مي غزال كده بتضرب من مركز 2 3 وبيجيب نقطة. تغيير هو يعمله الكابتن إبراهيم فخر الدين، التغييرين تاني، هينزل ندى حمدي ودعاء محمد مكان آية حمدي ومكان سهيلة وفيق، باللي عملوا يعني فرقوا النتيجة وأصبح الفارق نقطتين لصالح النادي الأهلي، 18 الأهلي 16 السجون الكيني. ودعاء محمد على الإرسال، معد الأساسي
ارسال من اعلى، استقبال ومحاوله لتعديه الكره، ولكن ندى وليد، معلش يا ندى، معلش تعوض. سبعتاشر للنادي السجون الكيني، 18 الاهلي. ارسال من اعلى، استقبال، ندى، يا ندى يا ندى، ضيعت الكوره المره دي فبتعتذر لزمايلها، عادي نعدي الكوره دي، يبقى التعادل 18-18. والارسال مع رقم 10 من السجون الكيني، بالينا ماشيل، هتلعب ارسال من اعلى، استقبال ندى، اعداد، دعاء، وضربه ساحقه، تسلم ايديك يا مي، مي غزال بتعوض الكوره اللي ضاعت ديا، والنقطه والتقدم للنادي الاهلي، 19 الاهلي 18 للسجون الكيني. والارسال مع النادي الاهلي، تاتانيا بوكان، تاتانيا هتلعب الارسال، تاتانيا بتلعب ارسال من اعلى، استقبال السجون، ومحاوله مره تانية، وحائط صد اهو، مره تانية حائط الصد الاهلاوي، تاتانيا بوكان بتدافع، اعداد، يلا يلا يا دعاء، دعاء الغباشي بتضرب من مركز أربعة، ومحاولة من النادي الأهلي، ندى، وادي ندى حمدي بتضرب كرة كده، ودفاع عن الملعب من السجون الكيني، مرة تانية دعاء، هو السريع الحل الوحيد، هو السريع من مركز ثلاثة، من مي غزال، من دعاء محمد لمي غزال، والسريع من مركز ثلاثة، والتقدم للنادي الأهلي 20-18. على الإرسال تاتانيا بوكان، والأهلي 20، السجون الكيني 18، استقبال كده، محاولة مرة تانية، وادي حائط صاد من الأهلي، يا برافو، مي غزال برضه وندى حمد، مي غزال، هو ده هو ده، 21 الأهلي 18 السجون الكيني، وتاتانيا بوكان على الإرسال، وتعليمات من الكابتن إبراهيم فخر الدين، هتلعب بقى على لعيبة كده في مركز خمسة أعتقد أو ستة، ومحاولة مرة تانية، ونقطة للنادي الأهلي، مي غزال برضه، مي غزال، 22 الأهلي 18 السجون الكيني، وفارق أربع نقاط، يلا يا بنات، ثلاث نقاط ويخلص الشوط والمباراة لصالح النادي الأهلي، والأهلي يتأهل إلى الدور الثاني. إرسال أهو، فتكتيكي كده خلف الشبكة، ومحاولة من السجون الكيني، وحائط صد، في تغطية كده، نقطة 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 نقطة، النقطة 23 النادي الأهلي، من دعاء الغباشي اللي بتلعب الكرة على مرتين وبتجيب النقطة 23، 23 الأهلي 18 للسجون الكيني، فارق خمس نقاط. الشوط الثالث، مباراة الكرة الطايرة بين فريقي الأهلي والسجون الكيني في الدور أو ختام الدور التمهيدي للبطولة الأفريقية المقامة بالنادي الأهلي بفرع الجزيرة. دفاع عن الملعب، ندى ودعاء، بتعدي الكرة ندى مرة تانية، وادي ضرب ساحق، ولكن محاولة كده، ودفاع عن الملعب من دعاء الغباشي وندى حمدي وندى وليد، ليبرو الفريق، ووقعوا الاثنين، ولكن الكرة مش مشكلة، نقطة. و19 السجون الكيني، 23 النادي الأهلي، الاستقبال، نكسر إرسال وناخد نقطة، ويبقى قربنا فاضل نقطة ونخلص الجيم والشوط والمباراة. وادي نقطة جت لنا من عند السجون الكيني، نقطة كده، 24 24 الأهلي، 19 للسجون الكيني. وقت مستقطع طلبه المدير الفني جيمس، المدير الفني لنادي السجون الكيني، والأهلي متقدم 24-19. وادي أمام حضراتكم أهو الجماهير، فاضل نقطة واحدة اهي، تاتانيا بوكان بتتفاعل مع الجماهير، انتهى الوقت المستقطع نقطة، وينتهي هذا الشوط لصالح النادي الاهلي، وهذا اللقاء، ويتأهل النادي الاهلي الى الدور الثاني. مي غزال على الارسال، مي غزال، تسلم ايديك يا مي، في كام كورة كده، ضربات ساحقة وحائط صد من مركز ثلاثة، وبيجيب نقاط متتالية، و24 الاهلي 19 للسجون الكيني، واخر نقطه، يلا يا مي، يلا يا مي، مره ثانيه، واعداد، وضرب ساحق، وحائط صاد، خارج الملعب، والنقطه 25، وينتهي هذا اللقاء
لصالح النادي الاهلي 25-19 الشوط الثالث 25-19 ويتأهل النادي الاهلي الى الدور الثاني بعد فوزه على نادي السجون الجيني 25-19 25-21 25-8 وانتهى هذا اللقاء. ومبروك للنادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي وجهاز الفني النادي الاهلي، وتحياتي محدثكم دكتور مروان صالح، والى اللقاء في مباريات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.